كوكو. خلي زياد لعب. شوفوا 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 الله يخليكم، هذه ما بقاتش الطابل تالي، ولات المعرض ديال زياد ديال لي فواتور ديالو. شنو هادوك؟ شنو هذاك باركينغ؟ شنو المهم زياد ها هو كيلعب. انا عاد غنقول لكم صباح الخير، كي دايرين؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو ديالي وانتم باحسن الاحوال. اليوم نهار الجمعه، فقت بكري اليوم. المهم توضيت، صليت، مديت زياد ليكول، بقى معايا في الدار. بديت بكسكسو، حطيته كيطيب. ها نتوما كسكس يا لالا. عرفتوا الجمعه الفايته ما درتوش، حيت ديجا ماما كانت عندي الجمعه اللي من ورا هذه اللي فاتت، وكلينا كسكس ديالها، كسكس ديال ماما لا يعلى عليه. راكم عارفين كسكسو كيبغي الجماعه، قد ما كانت العائله كبيره حطيتي القصعه وسط الطبله وتبارك الله الجماعه والضحك والنشاط، كتستحلي تاكلي داك كسكسو. ماشي بحال كنكونوا غير ثلاثه في الدار كنديروا ضروري كيشيط، وما كتعجبنيش الماكله الصراحه، تشد كيبقى فيا الحال حقاش راكم عارفين داكشي ما كيبغيش الله. فاليوم الجمعه بديت بكسكسو ديالي، ها هو دايره هنايا التفويره الاخرى، بقات لي هنايا القرعه باش نزيدها، هي اللي بقات. المهم درتو باللحم، صحابي واش كبيتو؟ درتو باللحم. شكون بحالي؟ شكون اللي كيعجبها كسكسو واش باللحم ولا بالدجاج؟ كتبوا لي في لي كومونتير دابا، ديروا بوز وهبطوا لي كومونتير، كتبوا لي واش كيعجبكم كسكسو بالدجاج ولا اللحم. انا الصراحه كيحمقني باللحم. جراجي دابا قال لي هضرتي معايا، قلت لي لا، قال لي ما كتهضري، قلت لي كاميرا شفت في الحياه ديال اليوتيوبرز. المهم قلت لكم كنت غادي ندير معاها حتى القديد، ولكن المشكله ديال انا راجلي ما كيحملش شي حاجه سميتها القديد. وشنو كندير؟ كناخذ كوكوط صغيره كنرقد بعدا القديد ولا الكرداس، انا كنحماق عليهم بجوج كنرقدهم. مثلا كنرقد غير القديد، كنديرو هكا في المطايب على ما كيطلق واحد شويه، كنديرو في كوكوط. واش كندير؟ كناخذ المرقه ديال الكسكسو كنزيدها عليه. هاد القضيه كنديرها حتى في اللوبيا والعدس هكا، باش هو ما كتجيش البنه ديال القديد في الماكله ديالو. وحتى انا فاش كنجي كناكل كنجي مبننه باصلا الماكله اللي غادي ترافقو، فهمتوا؟ كنزيد شويه ديال، كنديرو في كوكوط كنزيد عليه شويه ديال المريقه ديال الكسكسو، وكنخليه يطيب على راحتو. هكا كنحط انا. المشكله الكبيره هو انه كيقول لك ما تحطيش ليا قدامي حتى فوق الطبله، فهادي مشكله عويصه، سورتو فاش كتلاقاو جوج واحد فيكم ما كيحملش شي حاجه. جديد ما لقيناش ليها واحد الحل وسط. ولكن اختكم ما عتقاش ناكلها ناكلها. المهم زدت القرعه هنايا، بقى ليها تفويره واحد شويه غادي نطفي عليها. بغيت نبدا معكم هاد الفيديو هذا من هنايا، احسن من انني ندير لكم فوا اوف ونهضر معكم، باش تكون التكمله ديالو، يعني الكماله ديالو غتكون في واحد الفلوغ اللي كنت صورته قبل ما نمرض. يامات كنت مشيت عند حياه داك المره، والغد ليه كنت مشيت لهاد البلاصه هادي. غادي تشوفوا معايا شنو درت للطوموبيله ديالي، بدلتها كومبليتمون. تقدروا تقولوا سياره جديده، ايوي. فغادي نديكم معايا نوريكم شنو درت للطوموبيل ديالي. الصراحه الفيديو كنت صورته في شحال هادي، ولكن مع المرض، العمليه الجراحيه، لي سوان، وتبدا ديال البرونسون، الحريره اللي باقا كنعيشها دابا، ما بقاش ليا الخاطر انني نحطها، وما بغيتش انني ما نحطهاش، حيت هذه معلومه زوينه اللي خصكم تعرفوها، اللي غتنقذكم فريمون، غتنقذكم وغادي تردوا طوموبيلاتكم جدادين. فما كانش بامكاني انني نزابي هذا الفيديو وما نحطوش كاع، فقلت غادي نبدا لكم فلوغ من هنايا ونكملوه ان شاء الله عند السيد اللي غادي يصاوب لي الطوموبيل ويرد عليا جديده. ومن انتكا نحط لكم لي كونتاكت ديالو في لاباردون فوق بطبيعه الحال، ونخليكم مع لي ديتاي، نخليكم مع طوموبيلتي الجديده. ايوي الله يستر. اخليكم مع اللقطات اللي كنت صورت لكم. راكم عارفين كيعجبني انني نشارك معكم حوايج جداد، سواء دي برودوي، سواء شي حاجه جربتها لوجهي، ماكله، بلاصه مشيت ليها جديده، ديزاستوس كنجربهم في انا الاولى، عاد كنصحكم بهم نتوما. هذه اليوتيوبرز هي اللي انا تجرب باش كتنصح بها، واش ننصحكم بها ولا ما ننصحكمش بها.
غادي نخليكم مع اللقطات بلا ما نكثر عليكم الهضره، ولكن قلت من الاحسن انه نبدا لكم الفلوق هكا في الدار باش تعرفوا شنو كاين، حسن ما انني ندير لكم غير لقطات ونهضر معكم في الفوا اوف. وهذا ما كان، غتشوفوا كلشي بعينيكم، وما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو، بارطاج القناه باش تكبر ان شاء الله وينضموا لنا ناس جداد للعائله ديالنا. يلا نكملوا الفيديو ديالنا مع بعضياتنا. سلام البنات، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ جيتو تكونوا بخير. غنبان لكم بعدا بنفس اللبسه ديال نهار حياه، هذا فلوق ثاني فتحته في نفس النهار، بغيت ندخلوا لكم في داك الفلوق باش ما نجيش طويله في الفلوق. المهم جينا دابا لواحد المحل كيديروا واحد لوبسيون اللي زوينه بزاف، سميتها ديكالاميناج. هاد ديكالاميناج هادي واحد لوبسيون اللي كتنقي الموتور، يعني بحال كديروا لافاج الموتور ديالكم باش كيولي خفيف. راكم عارفين مثلا فاش كديروا ليسونس ولا المازوت ولا كل مره وكتشدوا بها الطريق وكل شيء، فهاد ديكالاميناج هذا كينقي لكم الموتور ديالكم وكيخليه يرجع خفيف بحال يلا مخرجين الطوموبيله من لا ميزون. قلت علاش لا انا جيت نديروا دابا الطوموبيل، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم ونصوروا لكم كيفاش كيديروا ليه، سورتو ان هاد لوبسيون هادي يلاه دخلت الاكادير، يعني ما معروفاش بزاف. واحد لوبسيون لي زوينه، يعني واخا ديروا لافاج الطوموبيله ديالكم الفيدونج وداكشي، فهاد ديكالاميناج هذا واحد الحاجه اللي زايده اللي كتخلي الموتور يولي خفيف نحيله كيف كنقولوا. انا غادي نصور لكم كلشي باش تشوفوا. انتما البنات هذه هي لا ماشين، نصور لكم شويه الخطوات باش تعرفوا كيفاش هادشي كيدوز، واللي بغات ديروا الطوموبيله ديالها سورتو انا غادي غادي نخلي لكم لادريس ونمره التليفون، حيت دايرين لي ثمن رمزي فريمون، ثمن اللي زوين بزاف، وان شاء الله انا غادي نجربوه ونشوف كيفاش داير على الموتور ديال الطوموبيله، الا كان غادي ننصحكم بها اكيد. غادي تهضر لكم السيده دابا علاش كيصلح تقريبا هاد ديكالاميناج. قالت لي غادي تلاحظوا الفرق مثلا الا درتو حتى في الكونسوماسيون، ياك الكونسوماسيون ديال المازوت ولا ليسونس على حسب شنو عندكم، كيخفف الموتور بزاف خصوصا الا كنتو شعله كضرب لها فترة طويلة. داخل المدينة هو كيعاون كينقي الموتور من الداخل. علاش كيصلح هاد ديكالاميناج باش يتعرفوا عليه الناس، حيت تقريبا ما معروفش بزاف. ديكالاميناج كيكون كيطلق واحد هاد الماشين كتطلق واحد الغاز ديال الهيدروجين. كيدخل من الفلتر ديال الريح كينقي لي السوباب لو جي اير تور بالموتور كامل، وكتحيد منه داك الوسخ ديك الماء ديال الكلامين ديك الكليه، كتحيد من الموتور كتخرج الشاكمه، دونك بحال الموتور بحال كنحيد منه داك الوسخ اللي فيه كيرجع كيرجع جديد كترجع عليه ديك القوه ديالو. نورمال مون فوا كيتنقى الموتور كيعاون في لاكونسوماسيون، كتنقص لما ما كيبقاش كتكونسومي الطوموبيل بزاف، كتنقص لاكونسوماسيون وكيعاون في التفجير ديال الموتور وكيخليه كيضرب واحد المده اطول. شكرا. المهم البنات ديكالاميناج كياخد تقريبا واحد ساعة تقريبا وشي حاجة، ولكن الموتور كيولي خفيف. انا صراحة الطوموبيل اصلا عندي جديدة، يعني ما غاديش نلاحظ فرق كبير بزاف، ولكن مثلا اللي عندها الطوموبيل دغيا كتسخن ليها ولا كتكونسومي ليها بزاف المازوت ليسونس، كتخرج من الشاقمة واحد هكا دخن كحل، ولا المهم الطوموبيلات اللي كتحسي بها ولا ثقيلة عيانة،
كتطلع في العقبه بصعوبه، كتكونسومي بزاف ديال المازوط ولا ديال ليسانس، فهادو كتصلح لهم ديكالاميناج، راه تقدري ديريها مره في العام مره في عامين. والثمن يا البنات جد جد راه مزيره. هاد السيد اللي صاوب لي ديكالاميناج راه ما خلصني ما والو، يعني ماشي اشهار ولا شي حاجه، بالعكس فخدمته زوينه نقيه، والثمن عجبني بزاف لانه ثمن فريمون رمزي، راه كيخدم داكشي كياخد وقت يعني باش كتنقى الطوموبيل كتنقى الشاكما والموتور، كيخويه من كاع دوك الترسبات ديال المازوط. مثلا فاش كتمشي للستاسيون ديري المازوط راه كيكونوا الترسبات ديال الدخان وشحال من حاجه. الثمن جد جد مناسب انك ديري لطوموبيلتك مره في العام، وخاصه الا كنتي كتسافري بزاف ولا كتضربي بها الطريق ولا مثلا كتديبلاصاي بها في وسط المدينه بزاف، فكتنقصي الكونسوماسيون ديال المازوط عليك، وهذه شي حاجه اللي زوينه بزاف. دخلنا للدار، بدلت عليا، تغدينا وصافي، دابا يلاه خارجين. انا يلاه غادي نهز الطوموبيل دابا باش نتيستيها ونقول لكم هذاك الديكالاميناج كيفاش جاني، لحقاش كيقولوا انه ينفع كديري كيبدا الخفاف في الموتور، حتى الكونسوماسيون كتقلال، يعني ما كتبقاش الطوموبيل كتكونسومي بزاف. سيغت انه الطوموبيل ديالنا يعني مازال جديده، ما ماشي زعما واكله الطاق ولا شي حاجه، مازال جديده، ولكن غادي نشوفوا الفرق. انت ديجا سكتيها فاش شدينا من عندهم، بان لك شويه ديال الفرق؟ كي سيتو لا كنتي مورك فيتاس، فيتاس كتحس بان كتمشي فيتاس، ما كيكونش هكا كتحس بان فيتاس ثقيل ولا مخنوق، موتور مخنوق هكذاك سرح. ايوا صافي، انا غادي نهزها دابا نسوقها ونعطيكم الراي ديالي كيفاش جاتني، واش كاين شي فرق. السيده قالت لي زعما من اول استعمال كيبان الفرق، من اول استعمال، من اول انفا كديريه كياخذ واحد 48 دقيقه، 40 دقيقه، نص ساعه، على حسب كل طوموبيله وهي وصافي. بخير. المهم اليوم ديال الطوموبيل من بعد واحد مولات الى الفركه اللي درناها ليها، دابا هزيتها انا اللي كنسوقها باش نجرب. الصراحه ما كيبانش لي شي فرق كبير كبير، من غير انه مثلا فاش كنبدل الفيتاس وهذا دغيا كيتبدل. مطلوقه كنحس بها مسرحه وخفيفه، حتى الفولون الفيتاس كنحس بهم خفاف، ما عرفتش واش هادشي داخل فيه ولا لا. زيد طلق طلق الرابع السلطه. المهم الصراحه هي وسط المدينه ما غاديش تحسوا بها بزاف بزاف، بحال ما غتشدوا بها مثلا الطريق الكبيره اللي غتستاجو الفيتاس وكذا، مي كا بروميير امبرسيون كنحس بها خفيفه. كتنقيها، وهاد القضيه هذه تقدري ديها مثلا مره في العام، مره في عامين، مره في 3 سنين. كما كديري لها الفيدونج ضروري حتى الموتور يتنقى، حيت كما شرح لكم يوسف قبيلات قال لكم باللي راه فيه واحد سميتو هذاك الكرب سميتو هيدروجين ولا ما عرفتش داكشي، ما فهمتش ما كنفهمش داكشي بزاف، هو اللي كيدخل للموتور وكاع داكشي اللي خايب في الموتور كيخرج من الشاكمه. لا صافي والله الا كنحس بها خفيفه مزيان. ياه داكشي مع هاد الانطلاقه اللي درت في الرومبون. لا مزيان مزيان. نخلي لكم البنات نمره التليفون ديالو، لادغيس فين جا، راه جا في ازرو اي تملو، الا بغيتو تمشيو عندهم المحل راه دايرين البنات واحد الثمن مناسب، وهاد لا تكنيك هادي راه يلاه دخلت الاكادير وقليل اللي كيديرها، فدخلوا هكا عرفوا اكثر على الديكالاميناج في جوجل وكذا. مي كيف قلت لكم اون جينيرال هو كينقي الموتور كيخليه يولي خفيف نحيله، وحتى الناس مثلا اللي عندهم طوموبيله وبقات عندهم واحد المده اللي طويله والشاك ما كتخرج داكشي كحل، صلاح لكم بزاف، سيرتو الناس اللي كيضربوا الطقان ولا وسط المدينه ولا هذا مكان. راني سايقه وكنعرف نسوق، كتشوفي شي صاحبي قدامك وراني سايقه وكنعرف نسوق. الله يعطيك الثقه، الله يعطيك قلبي. يلا البنات كان هذا واحد واحد الصف.
وحده. يلا تنبعدو رجع لكم.